أنا دائما بحاول إنه أعالج المريض كإنسان كامل مو بس عضو. يعني مرضى القلب اللي عندهم أمراض مزمنة خاصة أمراض قلب عليهم خطر أكثر لما بيصير معهم كوفيد 19. اللقاح كتير فعال، في كتير إشاعات على السوشيال ميديا وعلى الإنترنت. العلم وراء هاللقاح كتير قوي، واللقاح اندرس extensively لفترة طويلة. أنا أخذت اللقاح تبع كوفيد لأنه فعال جدا وبيمنع إنه فوت على المستشفى، وهذا الشيء المهم. المهم باللقاح إنه يمنع المرض الشديد، وكوفيد فاكسين بيمنع المرض الشديد.